مصر تدخل التاريخ كأول دولة عربية تقف على أعتاب النادي النووي السلمي العالمي. حلم جسدته محطة الضبعة، لكنه لم يبدأ ولن ينتهي بها. ولد رداً على البرنامج النووي الإسرائيلي، أوقفته أمريكا رداً على تأميم قناة السويس، وروسيا اليوم تخطو فيه الخطوة الأهم. دفع المصريون مهره أرواح علماء من خيرة الشباب المصري، وبقي يتأرجح بين حماس وفتور حتى ولدت أولى بوادره في محطة الضبعة النووية. البرنامج النووي المصري، متى بدأ وكيف؟ لماذا أخذ كل هذا الوقت؟ وهل وصل المصريون إلى حلمهم مع محطة الضبعة النووية؟ البداية من النهاية. من هنا، من محطة الضبعة النووية المصرية، حيث رأى الحلم المصري بالبرنامج النووي النور أخيراً بعد ولادة متعسرة دامت 70 عاماً. ففي 22 من أكتوبر 2024 شارك كل من الرئيس المصري والرئيس الروسي في فعاليات صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، في خطوة اعتبرت إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى التعاون بين مصر وروسيا، إذ بات باستطاعة المصريين بعدها البدء بمرحلة جديدة في بناء المحطة النووية، وهي المشروع الأبرز من جملة مشاريع اقتصادية وطاقوية ينفذها المصريون والروس معاً. ورغم أن المحطة النووية عادت للواجهة اليوم، إلا أنها ليست مشروعاً جديداً، إذ يعود تأسيسها الفعلي إلى 19 من نوفمبر 2015، التاريخ الذي شهد توقيع المصريين والروس اتفاق إنشاء المحطة في محافظة مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط والواقعة غربي العاصمة المصرية القاهرة. آنذاك تم توقيع الاتفاق القاضي بإنشاء محطة الضبعة بتكلفة 30 مليار دولار، 25 مليار دولار منها كانت على شكل قرض روسي من المفترض أن تبدأ مصر في تسديده عام 2029 بفائدة قدرت حينها ب 3%، لكن تحديات وعراقيل عديدة أجلت وأخرت المشروع 5 سنوات، حيث كان من المفترض أن ينطلق عام 2017. وبالعودة إلى البرنامج النووي المصري ككل، فهو لم يبدأ بالضبعة ولم ينطلق بشراكة روسية، بل يعود تاريخه إلى أكثر من 70 عاماً. إليكم قصة حلم انطلق لينافس إسرائيل. من بين الدول العربية تسعى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى للحصول على برنامج نووي سلمي، إلا أن مصر كانت السباقة في دخول هذا العالم، إذ أوشكت على امتلاك هذا البرنامج، كما أنها تمتلك فعلاً مفاعلين نوويين تم إنشاؤهما منذ 10 سنين، حيث بدأ الحلم المصري بإنشاء برنامج نووي، وكان ذلك عام 1955، وبني الحلم على أساس منافسة البرنامج النووي الإسرائيلي. وبالفعل بدأ المصريون بتحقيق حلمهم بمساعدة أمريكية إبان حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، حيث منح الأمريكيون المصريين مفاعلاً نووياً أمريكياً للأبحاث عام 1956، لكن التعاون الأمريكي المصري لم يستمر طويلاً، إذ شابت العلاقات بين البلدين مشكلات وعداوات ومناوشات، وبدأت العلاقة بينهما تتراجع وتضطرب تدريجياً إثر عدة قرارات سياسية وعسكرية مصرية حينها، حتى كان قرار تأميم قناة السويس الشعرة التي قصمت ظهر البعير وأوقفت التعاون النووي المصري الأمريكي تماماً. لكن ذلك لم يحبط المصريين الذين وجدوا بديلاً حاضناً لبرنامجهم النووي في الاتحاد السوفيتي، وكان هذا التعاون بمثابة التاريخ الحقيقي لولادة برنامج مصر النووي بنشاط وحماسة. فانطلقت البعثات العلمية المصرية في مجال العلوم الذرية نحو الاتحاد السوفيتي، وتكلل هذا التعاون بأول ثمرة عام 1961 بمفاعل أنشاص. بعد ذلك أبت الرياح أن تجري كما اشتهت السفن ودفت القيادة المصرية، فبات البرنامج النووي يتأرجح ويتباطأ حتى توقف كلياً بعد هزيمة عام 1967، وبعدها وفاة عبد الناصر الذي حاول خلفه السادات إنعاش هذا البرنامج، فأصدر عام 1972 مرسوماً رئاسياً
بإنشاء المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع. وقد كان الرئيس الجديد يطمح أن تؤثر علاقته الجيدة بالأمريكيين باستعادة دعمهم للبرنامج النووي بمصر، فطلبت القاهرة الحصول على مفاعل نووي بطاقة 460 ميجاوات ليكون في منطقة الضبعة بالساحل الشمالي. استمرت المفاوضات لأعوام وانتهت ببيان مشترك صدر عام 1975، اشترط على مصر حينها أن تنتج الوقود النووي خارج حدود البلاد، الشرط الذي أنهى هذه المحادثات كلياً. لتتوجه الدفة المصرية نحو فرنسا هذه المرة سعياً للاستحواذ على مفاعل تبلغ طاقته آنذاك 1000 ميجاوات، لكن هذه المساعي فشلت أيضاً، فالفرنسيون صدوا المصريين لأنها بحسب قولهم حينها لم تشارك في معاهدة حظر التجارب النووية. عام 1981 قرر الرئيس المصري آنذاك أن يصادق على المعاهدة التي وضعتها كل من فرنسا وأمريكا عقبة أمام إكمال البرنامج النووي المصري، وظن أنه بذلك سيحصل على مبتغاه بعد إزالة العقبة والحجة، لكن السيف سبق العزل باغتيال السادات في العام نفسه. لكن البرنامج لم يمت بموت الأشخاص، وبقي الحلم مستمراً يسعى إليه المصريون رئيساً تلو الآخر وعاماً بعد آخر، إذ سرت الروح مجدداً في البرنامج النووي في عهد الرئيس مبارك، وبدأ المصريون باستخدام النووي في مجالات سلمية متعددة مثل الطب والزراعة، مستعينة بخبرات بشرية كبيرة جمعتها على مدى أعوام ممتدة. إلا أن العجلة عادت لتتعثر من جديد عام 1986 إثر ما جرى في مفاعل تشيرنوبيل بأوكرانيا، وبقي الأمر كذلك حتى التسعينيات حين عاد النشاط من جديد. في نهايات عقد التسعينيات دب النشاط مجدداً في البرنامج الحلم، ونجحت مصر في الاستحواذ على مفاعلها الثاني عام 1997 بالتعاون مع الأرجنتين. بعد نصف قرن من انطلاق أول حلم مصري بالبرنامج النووي، وتحديداً عام 2007، أعلنت مصر نيتها بإنشاء مفاعل نووي تبلغ طاقته 1000 ميجاوات في منطقة الضبعة، وأطلقت دراسة جدوى لتأسيس 3 محطات نووية أخرى بلغت قوتها 1800 ميجاوات بحسب الدراسة. واليوم تبدو مصر على أعتاب تحقيق هذا الحلم فعلاً، جاهزة لدخول الملعب النووي السلمي العالمي. على مدى عقود مضت جاوزت نصف قرن من الزمن، ومثله مثل أي حلم عظيم دفعت مصر الغالي والرخيص في سبيل تحقيقه.